السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني، كيف الحال؟ يا أخوان، في ملاحظة جزاكم الله خير. بعد ما طعمنا المانجا وحطيناها في الأكياس، لابد نحفظها عن حرارة الشمس المباشرة إلين ما نطمن عليها إن شاء الله في الإنبات، يكون إنبات قوي إن شاء الله، ونبدأ بعدين نبطل هذه الأكياس عنها، وإن شاء الله في التصوير الجاي بنطلع لكم وبنرويكم كيف بنشل هذه الأكياس بعد ما يتم الإنبات إن شاء الله من الأقلام هذه. معلومة يا أخوان، الأقلام هذه كلها في حديقتنا ومن إنتاجنا، وما شاء الله مستحمل الحرارة وملائمة مع جونا ويجو الإمارات والخليج بصفة عامة، ونرجو الله التوفيق لنا ولكم إن شاء الله تعالى. وأخوان، في ملاحظة مثل ما ذكرت، لابد أن احنا نطلعها إلى الشمس تدريجيا خطوة بخطوة إلى ما إن شاء الله يتم زراعتها في الشمس المباشرة، وإن شاء الله تابعونا خطوة بخطوة إن شاء الله، وبنبين لكم مدى إنتاجيتها وقوتها واستحمالها للحرارة في جونا الصيفي إن شاء الله تعالى. شكرا لمتابعتكم، أخوكم سعيد المعيلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.